ونكمل مع المسلسلات وإنما المصرية ومع مسلسل الأصلي اللي انطلق عرضه من أيام. فمع حلقات الأولى هالعمل قدر يحصد أصداء واسعة وإيشادات طالت الأبطال القصة والإخراج والمزيد في Tracking Story Number 2. المسلسل الأصلي بيتكلم في فترة بيتكلم في الموضوع التوفيقية وقطع الغيار. احنا رحنا مكان أول مرة ناس تنزل توفيق بجد بيصوروا في اللوكيشن الحقيقي ونفتح الباب بتاع فكرة تجارة السيارات تجارة قطع غيار السيارات والاستيراد والتصدير وايه اللي بيتعمل وايه اللي مضروب وايه اللي مش مضروب من خلال تجارة يعني احنا شبه ريفرنس لحد حقيقي قصة حقيقية قريبين جدا من قصة حقيقية. وهالعمل اللي من تأليف أمين جمال وإنتاج أروما تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فاطمة الأصلي اللي تسعى للحفاظ على وصية والدها فترفض تقسيم الورث على أخوتها الأربعة، الأمر اللي يخلق مشاكل كثيرة بالعائلة. أنا اللي شئت وتعبت عشان نوصل للي احنا فيه دلوقتي واسم الأصلي يبقى من ذهب. في كمية جهد وكمية نرف عالي في هذا المسلسل. لو نحكي عن شخصية فاطمة اللي عم تتحمل مسؤولية خواتها وبلس عم بتدافع على وصية باباها، ظلمة ولا مظلومة ولا أنا هو دي الفكرة بقى، أنك لما هتتفرجي وارد تحسيها ظلمة وارد تحسيها مظلومة، بس هو الأكيد أن هي مش شخصية وحشة، يعني هي الأكيد أن هي حتى لما بتعمل حاجة مش مظبوطة بتعملها من وجهة نظرها أن هي فاكرة أن هي بتعمل الصح. فمثلا الحلقة الأولى من المسلسل الأصلي شهدت اعتقال شقيق فاطمة فاروق واللي أدي دور إسلام جمال بتهمة تزوير النقود، ليتبين بعدها أن السبب وراه اتصال من ترتيب شقيقته. طبعا هذا يمكن مش أول تعاون بينك وبين الفنانة ريهام عبد الغفور، ولكن يمكن أول مرة تمثلوا مع بعض. عملنا الرحلة مسلسل رحلة بس ما مثلناش مع بعض. لا الحقيقة أنا تشرفت أن أنا اشتغلت معها، ممثلة قوية جدا جدا يعني بتحب شغلها جدا مخلصة، يعني أنا بجد مبسوط ان انا اشتغلت معاها وانا من معجبينها. يعني بتحسك في مباراه تمثيليه قويه بينك وبينها؟ مفيش، دي تكسر اي حد، دي ما شاء الله ما شاء الله تكسر اي حد. لا ريهام استاذه يعني بجد يعني. والى جانب ريهام واسلام شقيقتهم الثالثه في المسلسل هي منال سلامه اللي تؤدي دور فايزه الاصلي. عيله، تفتكري العيله هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها ابيض وفيها اسود، فيها ايجابي وفيها سلبي، فيها صراع بين اشخاص او افراد العيله، دي الخطوط الرئيسية. إنما عشان أقولك الصراع إيه شكله إيه يبقى أنا مش بحرق المسلسل، فلازم تتفرج عليه عشان تعرف الصراع ده إيه. بس اللي أنا أقدر أقوله لك الحقيقة أنا الآن شخصيا مستمتعة بالمسلسل ده بجد، مستمتعة بالكتابة، مستمتعة بالمخرج الأستاذ أحمد حسن، مستمتعة بالكرو الجميل. وهالكرو كان مفروض يضم بنتها أميرة أديب، إلا أن الكلام اللي دار بين الأم وبنتها خلى أميرة تقرر عدم المشاركة. مامي أنت جالك شغل السيزون ده؟ قلت لها يا حبيبتي جالي مسلسل اسمه الأصلي. قالت لي إيه ده أنا بترشحة فيه، أنا مش هشتغل. قلت لها ليه يا حبيبتي؟ قالت لي هيقولوا أن أنت المرشحاني واسطة. قلت لها بس يا حبيبتي هيقولوا. قلت لها وما تغلطيش غلطتي وما تخبيش خبتي، انا سنين طويله رفضت اشتغل مع بابا ورفضت اشتغل مع عائله اديب وفي الاخر انا محسوب عليهم برضو. قلت لها انا غبيه فما تبقيش غبيه زيي. وبعكس اميره وجوه شابه كثيره ما رفضت هالفرصه. بعمل حاتم ابن وزير الصناعه، عندي قصه حب حلوه قوي مع حاتم ومنار، الاثنين ساره نور جديدة عليا، يعني عملت رومانس كتير في المسلسلات اللي فاتت، بس اعتقد ان الجنرا دي من الرومانس ان شاء الله الناس تحبها وان شاء الله الناس تتفاعل مع فكرة الشخص اللي بيسابر على فكرة حبه وبيحاول بيحارب العالم كله عشان الانسان اللي بيحبها. بتحصل احداث في المسلسل بتعرقل الموضوع ده، حلو بتعرقل دي بس انت عايز تحرق عز وانا عمال. انا طالعه مرات اسلام جمال اللي هو اخو ريهام عبد الغفور، اسم الشخصيه شيرين. لا مفيش خناقات بس انا مبسوطه في الشغل مع اسلام علشان دي ثالث مره نشتغل مع بعض، وكل مره اقعد اقول يا رب انا وانت نطلع مع بعض في دور، فده كان الدور اللي احنا طلعنا فيه مع بعض اخيرا. بعمل دور في الريال، هي اخت، هم خمسه اخوات، بص انا مش هعرف احكي طبعا. هي اقرب حد لفاطمه اللي هي ريهام عبد الغفور الجميله، ريهام عبد الغفور طيبه بسيطه لطيفه، بتحب حد بيحصل ان هو تعبان بيموت فبيحصل يعني تصاعد احداث، بس هي شخصيه لطيفه وهاديه
والعلاقة الجميلة اللي تجمع ولاء بريهام ضمن أحداث المسلسل ما اختلفت عن علاقتهم في الكواليس، فريهام الإنسانة قدرت تلمس قلوب كل الموجودين بهالعمل. ريكو إنسانة عظيمة، ريكو إنسانة قبل ما تبقى فنانة، يعني مش هنتكلم احنا على 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 ريكو كممثلة، لان ريكو خلاص ما شاء الله يا رب كل عمل تبقى فيه احسن من اللي قبله، بس ريكو كبني ادمه وسطنا هي بتساعد كل شخص في اللاين بتاعه، وبتحاول تشوف ايه اللي ممكن يبقى تويست ليه ينفع يعلي من الكاركتر ده. احنا كلنا بلا استثناء مبسوطين قوي ان احنا بنشتغل معاها، لانه هي داون تو ايرث قوي، اللي هو بتقعد وتتكلم معانا وانتوا اصحاب وتاخد راينا في حاجات، فما بنحسش خالص انه في مسافه، بس في نفس الوقت هي ريهام عبد الغفور. احنا بنقعد نتفرج على مشاهدها، بنبص على المونيتور كده مش مصدقين ان هي دي الشخص اللي كان بيتكلم معانا من دقيقتين، بنهزر ونضحك. انا كل ما بفتح الفيسبوك والله بلاقي ناس كتير جدا كاتبه عنها. النهارده لسه قايله لك الكلام ده ومباركه على المسلسل، فاولا مبروك ليها طبعا، هي جميله جدا تستاهل كل حاجه حلوه، ده حقيقي. موهوبه جدا والله العظيم، بستمتع وانا بتفرج عليها، ده حقيقي، وبنبسط جدا باي شغل معاها واي مشهد قصادها. ومشاهد أخرى لريهام تابعها الجمهور ضمن مسلسل أزمة منتصف العمر اللي تزامن عرضها مع مسلسل الأصلي، وهالأعمال سبقها بوقت قصير ثلاث مسلسلات طلت فيهم، الأمر اللي خلاها تخاف من أن الناس تمل منها بحسب البوست اللي كتبته. وبحلقتنا بكرة بنتكلم معاها بهالموضوع.